السن كما يوجد هنا لقد تم هذا التمرين بنجاح. سيناريو كان لضحيتين مصابتين، أحدهما مصاب على مستوى الحوض والثاني على مستوى الذراع، إثر تلقي من مؤشرات النجدة لتلك المصابين من المنظمة الوطنية للبحث والإنقاذ. تم تفعيل مخطط البحث والإنقاذ وخط الطوارئ للسرب 460 للبحث والإنقاذ، حيث تم تفعيله والإقلاع مباشرة إلى عين المكان، وذلك بالتحضير العملياتي ومعرفة التضاريس والأحوال الجوية في تلك المنطقة. هذه الخرجة الميدانية للوفد الإعلامي تسمح أكيد بإبراز القدرات المؤسسة العسكرية في التدخل الإنساني وإنقاذ أبناء الشعب الجزائري في حالة وقوع الكوارث، وأيضا وسائل الإعلام الحاضرة اليوم هي بدورها تأخذ على عاتقها إيصال هذه الصور الحية لهذه الإمكانات التي تتوفر عليها المؤسسة العسكرية لفائدة الشعب الجزائري في إطار تعزيز رابطة جيش أمة.